السلام عليكم شباب، وهلا والله بالحلقة 11 من تختيم ريزيدنت ايفل. ودايما عم يساعدني بالتختيم احمد اخي اللي هو معروف صار بنكش بالحلقات. وشكرا يا اصدقائي لكل مين عم يشاهدنا، كل مين عم يشترك بالقناة، يفعل معنا بالتعليقات او باللايك، بنحبكم كتير. يلا احمد خلينا نبلش. وهالحلقة يعني شابتر 11 يعتبر. احمد بلش بلش ما بيأثر، تفضل. هاي الحلقة يا اصدقائي يعني ان شاء الله هي تعتبر من الفصول الاخيرة بريزيدنت ايفل، بس انا هيك محبة فيكم وبالمحتوى يجي بالعيد من الاخر يعني. تفضل. يلا. بعد سقوط في فخ ارمون، يا عيني ارمون رامون، هو انا رامون بحب اقول له ارمون، ما بحب اقول له رامون. لا يا رامون، هذا اسمه ارمون لانه يخرب بيته. المهم بيلي حلو ليون اسفل القلعه، وهون بيمشي العيد بطريقه هلا بنشوفها مع بعض. يعني عم يفرفك بايده يعني لا تشغل. وهالمره عم يشرب شوت. أيوة يا كبير. أيوة برنسيس تولافينا. أيوة أحيانا الإسباني بيكون حلو مع إنه ما بحب اللغة الإسبانية. اهلا. عدة النصب وفي تدريب. طبعا جيب لي الو ماجنوم. يعني بلشنا بالجد. شوف شو عنا، شو قلنا، شو في غرفه غرفه قول معي غرفه التدريب فيها تتدرب شوي مشان تطلع لنا بعض الغرف الحلوه. ما راح امشي، ما في شوي كنوز بشيل لونه. واو ضروب شوت جان. بالرجعه 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 والله بالرجعه. روح روح متدرب هلا. حفظ. خلينا نبلش. حاضي 10 العاشق. هو بدك تتدرب يعني انت؟ ما بعرف. لا طول بالك، ما معنا فلاش جرينيد. هاي نقطة. ماني عارف اذا حنحتاج اكثر ولا اقل. خلي هون هلا اذا احتاجنا نستعمل فلاش. شنطة تقريبا مليانة حبيب الملايين. هذا السنة عم تطلع عليه. خلينا نشوف شو يفتح لنا. موارد جيبهم. خلاص انتهيت. وصفة اونبلي تقيل. هي الهافي جرينيد منصير فينا نصنعها. يلا اعملها لازم. خلينا نشوف اذا فينا نعدل شيء. يا عيني ضيع معدل اطلاق النار بالبنشر. روح يا عمي روح. خلصنا. ايوه خلصنا شيء. راجعين له. مشان نغفر له. بعرف بعرف بس مشان يلا هلا بننسى جماعة. يلا ايه لك ايه. السما الابد تتلبك. ماني متلبك. اهلا. ليه ما فت تدربت؟ ما بقص ما بقدر بعدين. سكر من هون. ايوه في ديناميت. اهلا ليكو شفتوه؟ هات نصيبه قبل ما يشوفني. ما
بس يسمع بس. طبعا عمر انت في من وراك غير الصحبة الطيبة روح له. واو 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 حتى عرفنا هذا هو التحدي. التحدي انت لو وصلت ايه انا لقيت روسه صعب طوله قلت بطوله بضربان. ايوه فرق فرق لا تنزل حالك الا روسه لا تنزل خلاص خلصت خلصت والله قلبي منه مطمن زين بس ما تشلقن عليه كيف شلقوا اشتلقوا اما؟ اول مشار لا لا تقول لك شو بو؟ لا مين؟ بلا مزح لا شكرا اميغو لا عمي مني فهمت علي عمي مني ايوه اشفط اوه اميغو ياي ما كان ما في رحمة ابدا جرب لا لا عيد جرب لك عيد اعطي حالك فرصة اوه بلشنا حلو ما توقعت الباب ما بيفتح حبيبي عم تقمص على الراس ما بدنا ما بدنا ما هو ما ولا واحد ما جبته براسه الا الاخير اللي فرخ اللي قال يفرخ شفت فوي تلعبوها مع حدا مهمة اكيد تمام هذا عندها هذا لا شو ها صار بينزل تحو ايه شو يا قطان جيب هذا طران ايه هو وين عم يقوص بس بدي افهم لك يا اخي شو بيعرفك هو وين عم يقوص وين وين؟ من تحت؟ كيف شايف؟ هو كيف شايف من هون؟ عن جد كيف شايف من هون؟ دب من العيار الثقيل هو صوته مسموع بس منهم مبينين انزل ايوه لا تطحش عليهم تكتك لهم اجا في ابو المشار جاي سامع اي لا هذا من ابو المشار لك روس 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 الله خلص بلا مزح بلا مزح بلا مزح بلا مزح اتلا انا ما انتبهت على السريع هيك اجتني الوان عم نفقص الوان لقيته كان قضي علي ترجع غرفة التدريب محمي لا يعني انتو بتعرفوا خلاص اكتبوا في التعليق نفسية انا ما حقنطر ينزل ما حتقدر تتحمل ما تنطروا Thank you.
منصور على الغيابي بدك تفسد تعب. لف فوق ما بين شيء لكن نزلين خلاص نزل 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 شفتوا شفتوا معي فلاش جرينيد ومعك فلاش جرينيد ومعك تصنع فلاش جرينيد كمان لا يكون هو عرفتني الفكرة والله فيت مثل اللبسين شيلوا بالنص عميقو بعد ما بقى تلحق رجع لورا اوه شيلو شيلو فلاش الوان طب شيلهم بالفار رو 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 يا اخي رو جرينيت حده 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 فعلت فيك شيلو لا تفرطش تفضل شيلو بالقناص لا 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 شيلو الولد آه! عيد 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 اعطيتي مرتين بعطيك مرتين خلاص خلص فهمت فهمت انه انا رخيت واحد يتحكم فيني بال الشابتر 11 وعدناكم من بديته يعني من بديته ما رحلة صعبة ما في مزح مرحلة صعبة هذا ما وقعت فيه تيلو أميغو شفتو ما شفتو ليكو ليكو ليكني شيل 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 حدك في حاجة ليكو ليكو قدامه ثبت عليه عليه خط جيب صنع ايوه ارجع عليه 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 دغري شيلهم بالصفر شيلهم بعد بعد هذا جرينيت قرب عليه قرب عليه ارتو عطيه بالشوتجن 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 ما ترحم شوتجن
شوت جان راح يخرب بيت امي. فلاش ما معك؟ صنع لك وحدة روح وصنع وحدة عيني. يلا دغري خد صحة على صحة السلامة. فيرست ايد فيرست ايد عشق الشوت جان شي يخرب بيتك شي خفش خفش الشوت جان. لا شيل ارتو ليك وشيفو انا مين شايف؟ هلا بقول لك مين شايف. ليك يمكن فيك تعمل كرافت للصحة بعد شايف هلا هاتك شايف اللي فوق وين الصحة؟ ما في كرافت فكرت في الطلال للصحة هيدي شيل وحدة شيل اثنين ما هي عم شيء؟ لا مين هذا؟ لوس سكر ليك شيل كيف من كان شيل عارف ايوه شيل طوحشي ما بقى تلحقها هافي جرينيد هافي جرينيد شيل شوت جان خطش طيبة بس عيوني شايفة الحكمة ما بعرف شايفين والله ما بعرف هيك في كنز وراك ليكم الو ايمو ما ايمو ايه ياقوت ازرق نزل منه والله طيب يا نكش شو طيب يا نكش ليك انت خدت اقسم بالله استحي انه انا ايش مدمش جايبه انا ما شاء الله ما اسرعني انت جايبه هو عليك الا تفوت على هذا البيت ونشوف شو في عندنا هاي حط الشوت جان ايوه دن حط الشوت جان لان ما بتعرف شو اللي ناطرك جوا هون البقر ها معك عشبة حمراء خلطة حلو راح افصل فاسين طول زين في شي هون ايوه هذا الباب اللي مقفول اللي انا كنت بدي فوت منه قام شفت العين لا انا والله العظيم طمط يعني في صوت والله العظيم في صوت صوت شيلو خرطي مين عم يقوص هذا لويس شيلو ما عود لي مي لا ما بقى تلحق لحقه وروسه شيلو ايوه ليكو شي ايوه منين فات عليك ولويس وراك ما يعرف بس ما بدنا نشوف شو الوضع بالصالون شو وين بدي اروح؟ روحي اخي شوف الطريق خلص الجسر صح فتحنا الجسر نحن ليكو شيل طرخ شيل شيل خلصت شيل شوت جان
طيب ايه كده التاج تيم موفق بينك وبين لويس. يا الله شوف الخريطه بقى في شكانز مش مشغله لايكنا روحين عليه اظن اقل شيء بدك كنز بعد هالمعركه نحرش حولك اكيد لتحت ولا رجعين على التي ان تي مطرح ما شفتك هون بدك تحط المتفجرات ومبين بدك تهرب من الهدوء في ريحة حريق اطلع مني ريحته شوي طلع خلي لا ينزل عشق على ريحتي هدول بده يطلع عليهم هلا بعد التصوير بالإذن يا أصدقاء لا لا هو في شيء لأن صاير برا بدنا نشوف شو القصة محمد عم تصرع طار
يا رسول الله. ما عارف كيف هربت. البانش عنده ممتاز. بعرف لوت ماي قلت لهم كان صعب كان قتل؟ لا والله صحة خلص والله حاسك مسيطر اعصابك كلها تمام تعطى بس راح الشاش وراح كتير ذخيرة لا بدون ضمير ما بدك زبطوا لي صحة ما زبطوا واحد زبطتوا لي فلاش جرينيت وقعته بالنار والتاني كانت معركة عادية أنا ولويس ما بدي مبسوطة بحياته بس وضع الأسلحة صفر خلينا نشوف فينا نعمل كرافت ولا شيء يعني معي شيء احسن من ولا شيء هاي هي الفكره استعملت البانشر على قد ما بدي كيف بالقناص ده بكم ضرب معنا ليك الله يعزك لا استعملت كثير قناص ها صحه وضع صوتي جيد صوت ده باكي في كنز او شيء يبدو انه طريق سيلتي اوه سيف ليك السيف زي فتحان ما بيأس الله يسلمك ما مغلطين ما في شيء ايوه نعم نعمان شكلنا على العربيه يا كبير يلا روح شو هي حط لك سلاح ريد ناين ناين وانا بالقياده رائع فيني اخبركم هلا النتيجه بتشوفوها بعينكم أعظم ألعاب الريس أنت اللعبة أخي طبعاً زي سبتوا معنا لحديت هذا الوقت عالجرس الله يرضى عليك وضع هالدغة وتشترك بالقناة يرضى عليك هيك قلبي بيحبك هيك ما
ولا دقة بطقس اكتر من عالبالي بتين عقلي بتيني ها انت اللي قلت لي لا ايوه حلوه دي ايه طلع القناص اللي جواتك طلع الوحش اللي جواتك ما فوت الحياه يا كبير يا كبير اما تملك لقيان عرفت كيف خدش لا 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 ايوه هيك تفضل تبع سيره كان فيه طيور فانت فاهم ايه يا سلام اتفجروا خلصتوا راح نوصلوا ايه وحش وحش لا تعيبنا لا تعيبنا ايه خرطش منيح قلت لي يعني فكرني انه انا حاب عيدك مثلا انا متاكد صعبي انا اصلا جربت بس انا متاكد يعني انا عم شوف شيء كثير صعب شو ضرب فريم وصلنا هي هي الحمد لله هم شو سيئين بيه ضعب ابن عبطال لا للأسف بس لا للأسف ويا للأسف علينا وين السيف هاي كأوت سيف ها ايه شو ويكا كومباني ايه ايوه قلت لك طلع هذا المصل لا 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 وكان نتلاح وشو قلت لك يلا لفها لفها اوه في حدا جوا بحبنا كثير ارتو في كنز شيف خلاص ايه يرحم اهلك اتركي انت ما شفت ما بتجيب تلعبي مع العمالقة عن جد كان لعبي مع العمالقة استثنائي لعبي كان مع العمالقة كان كثير لك العملاق بده عملاق لكن امشي روح روح اذا اسهل بكب صح فش تضرب الضرب النص من يسامحه ها آه موارد هذا حكي ليك العربية القسم اثنين الله يعينك ما توقعت بهالسرعة روح على العربية انت لا عارف في وحدة تانية لا عم قلك ما توقعت ما هو قال هالقدي بس بس ما كنت متوقع انه هالقد سريعة انعطف انعطف مع عطفات لا هديك ايه لا 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 ايوه كيف تقلك هيك كيف تقلك هيك ايه ايه عارف عارف يا محمد يا محمد يا محمد في برميل احمر ما بقى ناكله ولا عم زقف له ما عم تزفق لي زفق لي شو لا 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 زدوا عليك عليك علي يعني شو فكر يا رب ايه ايه ما معك جرب جرب روح اصب شاي هو العب مني لا هو العب مني انا هيك بتفسد معي فساد انا جيبه وراح عشان اصب شاي شوف الحجه عفا صعبه هيك من جوا من جوا من جوا هيك بينزل عنا بلوجرز لحاله هيك حلقة هيك هيك لحاله شو بيصير تحت 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 الكاميرا
لا بس انا ليك شفتوا الغدر انتوا شايفين يا اخويتي يا هون. انا جاي عبيلي هلا اتمشى هون 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 بارضة شي دقل اوف في شي هون اه ها والله في كتير امور صار عمتها اي والله صار عمتها هون فهل مهلش 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 خلينا نشوف حلوة واحد من اربعة حلوة تاني من هون قولك لك هاي شيلة حلوة شيلة انا شيلة جبت الدب على كرمي طق 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 هون ايه واحدة اثنين حلو حلو ليك 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 جايين على هدول مني يا حرق اديبك شو هدول شو هدول الجايين عليهم من غير مكان من غير مكان طول بقى ليك 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 عجبتني الفكرة عجبك من هون هاي ما بعتقد ما بعتقد كيف بس اثنين ثلاثة أربعة حلو حلو عمرك ما عرفت ليك 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 تنزل من وين حلو حلو رحلة رحلة وحشة ليك 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 وين لا 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 لا
بعرف من نام طلعت لك هي هلا انا بفلوس بقى من سيري ايوه فلوس ارنب هذا اقولك ما اختلفنا ليك اقولك ما ها لا لا بلا 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 هلا لا لا بدك تكون عم تنط بال لا كسر بدنا ننزل استحلات لويس يقتل وحده وحده لما قلت الخيمة عم يعطيني هنت انه صمام مظبوط انه في وقت انا عم فكر سيف لا بدك سيف لا حلو طيب سيف يلا لا 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 نمان هدول ما عم يموتوا ما حيخلصوا لحين حتى نخلص الخلايا تبعتهم واضح واضح طيب روح مش ضيع وقت ايه بدنا نخلص الخلايا بيخلصوا طولنا عليك لانه مبين انه في خليه الاولى الخليه الثانيه هذا الشابتر كله لسه ما خلص لسه ما خلص ايه زين زين يا معزين لسه لسه وحده عن جد شو رايكم ما شاء الله يا ابو جواد باين عليك طب لا يا اخي لا لحظه انت انطلت علي يا اخي خلص ليك 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 عم تتخبي عم تتخبي ليك ليك لا 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 بالقناص يلا شيله حلو واحد يعني ما لازم تكون اكثر من ضربين اثنين حلوه جبت الحداث جبت اعطوني نيكس ليفل لا انتبه انتبه خرطش الرشاش اول شيء عبي الصفراء عبي للصفراء لك عبي للصفراء الحمراء والخضراء مع بعض ايه خرطش الرشاش صاروا فترة هيك فوضي هم يعمل لا لا لك شوف اذا في خريطة كنز هون ولا هون بالخريطة لا عيد انا من اجيب في طريق وراء من وراء انا جيت من هون في طريق هيك وفي طريق هيك هي هيك شو بقى هيك مشان قمص وما قمص اكيد يا ماما يا ماما يا ماما بعد بعد ارتو ارتو يا الله على فكرة ما كيد الضرطة خرطش خرطش ما بيأثر لك ما بيأثر منو عليك ضربة ممكن تكلها وين من من المعزية طلع ما في طلع ما بيطلع ومنزله ما بننزل من ذكرى غنية خلص معناتها من هون هلا على نفس الطريق والله نفس الطريق نفس الطريق هون التالتة فهم عمهلك عمهلك ليكة 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 طلع فيني شوي ليكة لا ليك ها والله العظيم عليك عينان زحمه خليتي بالاحمر طلع انا عم بقتل اللي بعده طلعت وحده بعده ليك هو بعد 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 ايوه واللي حده واللي حده واللي حده استرتم عليه ليك شفتك عندي شيء خذ هالصندوق ذخيرة قناص شو معي صار نقص فوت لهون وشوف يا شوف قناصتك كيف وضعك ذخيرة قناص؟ ايه لأنه في ذخيرة لقناص تمام ليك 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 قدامك شي لا اه ليك احنا اخر عمرك اوه طلعت بعد تجر الفرق ايه خلص في ايوه خلص شوف هون في شيء ايه هون ضوري الضوء ايه ليكو كنز ايه سميكة ذهبية هلا شوف كبيرة هنطلع بسروة
فاك لا تفكر من الفيالة لك طلع 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 فيه طلع فيه روح هدي من هون أيوة بعتلك بنزلها أخي ما عم تنزل ما عم تستدرج طب طب لا شيله 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 طب يا الله ما صرت شيء بالعكس غلاظ غلاظ بنوخ فيه حبيبي تسيب اول شيء تسيب عشان الندم ليفل يعني الحياة شابتر كتير طويل وشابتر كتير صعب الحشرات حلوة بيعوا هذا البريق اللي شو عم يعمل عنا هسه هالبريق هلأ طلع لك هلأ طلع لك قبل 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 هذا فينا نعمل دمج أيوة ب100,000 حلوين البريق عطي الزرق بس الزرق معنا 12 وحدة زرقاء وحق حلو 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 اوه الميزانية تمام شو عندي؟ بدي موارد كيك إذا عمي إذا عنده إذا عنده بدك لأنه 12 جرينيت لأنه بدي كيك ما في ما في ليك عملت ظبط درعك وظبط الناصة أي واحد 60 بعد الشرط كامل الناصة بده بس المية عشان نكملها ومعدل اطلاق النار رشاش اتركوا للرشاش الرشاش عم يستعمل سرعة اعادة التلقين بعمل لها حبة والقوة اعطيه حبة وسرعة معدل اطلاق النار حبة نعم صار بس لا لا كثير قوي كثير قوي ما بدي امشي معنا مصور لسمالها بجمالها يلا نمشي لاحظ انا الرشاش ما بستعمله انا بستعمله اوه طيب يجيب لنا هذا اللي هذا المحل ما انكسر فينا تعال يا ارمر حبيب فاستا يعني نحن ما عم نوقف التصوير انا عم نصور مثل ما بيقولوا صح انه ما عم نعرضه لايف بس عم نصور لكم بالحذافير مشان ما حدا يقول لا وانا صعوبه هيك وانا صعوبه هيك وعم تلعبوا غير شيء لانه في كثير اذا انا ما ببخس بحدا بس تحضرون على اليوتيوب بحطوا الليفل كثير صعب بس هو لا ما بيقطعوا المرحله بهذا المستوى صار حديث الحلو هذا روح لشوف روح على لبنان ما كان عاملين لبنان وعم عدها صحة هالطوي وهاد ما كنت عم بركز معك عن جد الرسول طلع هذا الوقت من فيديو يا ريت تشتركوا بالقناة اشتركوا بالقناة بعدين بنشوفكم شو بيصير بحق مين قتله؟ بحق لويس؟ لا مين ذكره؟ هذا كراوزر جديد هذا شخصية جديدة كراوزر بضاعة مسروقة مين الراتس؟ نحن؟ ما علمت انه السكاكين اسرع يا فيشل يا حبيبي كانت عبتو هون كله فقس هون الحمد لله مريحينا فعلا مصدوقتينا بخير مكان
شو انا بكمل المعركة؟ لا شو هي مورتال كومبات صورة؟ اوه لا ما معي صحاب. اوه حبيبي معي فلاش غريني؟ ما معي مغرب كي ماما شي معلم. اوه يا ايها الجند المبتدئ فحسب. تعال علمك الادق. ايوه حلوة ابو حميد. يا الله شمطني واحدة دغري. حلوة اخ ضرب. خذ لك وحدة معك عشوة صغيرة خذها بتركز بدأ شوي. ليك هو 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 لا 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 والله لا 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 لي. والله العظيم كثير حلو المعركة يا شباب. كثير حلو المعركة. هوب 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 ايوه اعطيه ايه طيبه ايوه احلو دويره. شيل دويره طيه الوان. الوان اسكت معي لا وراك بعدين الورويه خليني اخذ صفحه. قد ايش به؟ يلا افتحت صندوق وراك. يلا عم ضفها ايه بطرق شباب طرقتوني عندي يا شباب. قرب الوان دويره خط صفحه. لا 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 يا عامل لا طماع هذا الطمع. لحظة اني انا لعب بطمع بقطم عطوني لقلي. اخ والله كانت معركة حلوة وجميلة. يا ريت قدرنا نلعب مثل ما هو انت رائع الحمد لله. روح ايوه روح حلوه انا هم اللي بسرعتك. يا دوا خد محمد ترى صحة. يا محمد شقلبي شو هي صحة وحدة ما بقى ترمي ايروان. لا 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 كبيته. عم ترد خيبة بطا عليك. اي ادويلة هون انت اسرع مني وانا اسرع منك. رحلو بس انا كنت معكتو معي اقوى يعني وين اقوى انا كنت كتير كمان انا. يا لويس يا لويس. لا عم زبطها لويس. قربوا لي يا شبان. Yeah.
لويس لا لا حتى هو بيموت عم يدخن هيك يشرب وودع تمثيل يعني الحقيقة كتير شغلين على هذا الجزء على الريميك فعلا فعلا كتير من ناحية القصة كتير 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 قصة أنا جاي عبيلي يجرب الفيلج ريزيدنت ايفل فيلج ويا ريت إذا حابين تشوفونا عم نلعب ريزيدنت ايفل فيلج تكتبوا لنا بالتعليقات ولهي أصدقائي بتكون فعلا انتهت الحلقة 12 يعني تعب كانت كتير متعبة وكتير كتير طويل كتير طويل شبيت 11 كتير طويل وما بس هيك يعني كان صعب من أول لآخره من أول لحظة فيه لآخر لحظة فيه وأنت على أعصابك ولهم أصدقائي يعني عن جد مشكورين على الدعم والتعليقات والاشتراكات بالقناة ولكل حدا وصل من بلا مقطع من حديثات لهيد لهون بالفيديو يكتب لنا تعليق ونحط له لأي قلب فعلا ومن هالوقت فيديو جديد مراجعة جديدة دمتم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.